بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. كثير ما ترد إلي أسئلة واستشارات تتعلق بالأسرة، تتعلق بفض المنازعات بين الشركاء إن كانت خصوماتهم مالية أو غير ذلك، وأحيانا فتاوى شرعية، أحيانا بعض الشباب عندهم مشكلات خاصة لا يستطيع أن يعني أن يفصح عنها أمام والديه أمام أصدقائه، فيأتي إلى إمام المسجد أو إلى من يثق به حتى يسأل عن بيان الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بهذه الأمور التي ترد على النفس وعلى الخاطر، إن كانت ضيقا أو غير ذلك، إن كانت أمورا قد يخيل إليه أنها يعني شيء من الجان أو غير الجان، كما نسمع للأسف كثر هذا في هذا الزمن. لذلك أردت أن أخصص في مسجدي ومركز الفاروق يوميا ما عدا يوم الجمعة من الساعة 11 صباحا بتوقيت دبي إلى صلاة الظهر، أجلس في مكتبي في مسجدي ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدبي، في أجلس حتى أستقبل أولئك الذين يفيدون ويريدون ويطرحوا أسئلتهم على بيان الشريعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وستكون على الشاشة أمامكم إن شاء الله تعالى رقم الهاتف الجوال والإيميل الإلكتروني الذي البريد الإلكتروني الإيميل الخاص بي حتى أستقبل هذه الأسئلة في هذا الوقت. يا رب تقبل منا، يا رب اجعل قلوبنا أوعية لمحبتك، اشرح صدورنا، املأ قلوبنا بمحبتك، ابعد عنا نزغ الشيطان حتى نكون في حياتنا انموذجا متألقا للشريعة الإسلامية التي هي شريعة الأمن والأمان والسلم والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.